مرين بكل مكان والله العظيم. لعبة فيتنام راح تكون حاضر ان شاء الله فضل العلم. جايين احنا عايفين عملنا وعايفين عوائلنا، وبنفس الوقت من قناتكم الموقرة الله يسعد اكو يعني عندي موقف كلش كبير، يعني اسولف هسه اظل ابكي لان عايف انا جاني مولود قبل 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 لا اجي بيوم، جاني مولود ما شايف يعني نص ساعه شفته وطياره بعد جيت هنا اليومك ما شايف المولود الله يسعد والله العظيم. جاني علي سميت علاوي سميت انا، وان شاء الله على وجه الخير، وان شاء الله ناخذ الكاس ونرد العراق وعلاه ونحطه يم الكاس وناخذ له صورتين بفضل الله ان شاء الله. وقلبه طاق علي وحق الحسين وخابرني يا علاه، وهذا الوليدي ترى هذا الدارمي يقول له خابرني يا علاه وخابرني كل يوم، ولك خدودك الحلوات لو ذن حلقهم فدوا اروح لك يا ابوي، قلبه طاق عليك وحق هذا الله، وليان بنتي 60 فدوا اروح لك بعد عيوني روحي يمها وحق علي لان ليان شوي مريضه بس هذا أنا... كله يهون كله يهون سبيل الاسود الاسود والعراقي يستاهل، بس كلش انا مشتاق لهم والله قلبه طاق عليهم وعلي 60 فدوا اروح لعائلتي همي لابوي وامي